بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. يقول مولانا في الآية التالية أي 208: يستخفون من الناس، يعني يجبنهم وخوفهم من بعضهم البعض، يستخفون من الناس ما يوريش إجرام وخبثه مختلفا مع حضور بشري، لكن حضور الله هو دائم ومطلق، وحضور البشر قد يكون كلهم على بكة تبين من الغافلين عما سيأتي هدايا من خيانة ومن سوء أعمال وإنه مجرد. يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. اتأمل اليهود على نبينا عليه الصلاة والسلام والقرشيين خاصة في الجمع اللي يجمعهم ليلة اللي يختاروها باش يكون قتل النبي عليه الصلاة والسلام وتوزيع دمه الشريف على القبائل وسوء الأقوام. هذا يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أو شاعر أو مجنون أو يعلمه واحد من أهل الكتاب وهو أضرب خلص. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. اللي تعمل فيه ولا لا نعمل فيه ربي يحيط به بعلمه بحضوره، يعني وين ماشي ما تشوفش تستغفر ربي، الله حاضر ويعلم سرك واخفى من سريك. علاش ترمز؟ علاش تسوق؟ يديك ماشي دخلت خسارك، لأن سوء أدب بتاعك فيما يخص خصائص ربنا ما أنا زايد. أنت حابب روحك الخسارة والمذلة وسحب منك الكرامة وأنت ماشي. يقول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، محيط بما نعمل نحن وما ننوي وما نخفي وما نظهر. وهذا المجال نعود إن شاء الرحمن رب الإنس الجن والبشر.